السلام عليكم، سميتي شكري. كبرت مع الوالدة ديالي مني كنت صغير. من بعد وقعوا شي مشاكل بيني انا والوالدة، ما بقاتش باغياني، صافي وليت عايش في الخيرية. من بعد وليت كنهرب اليوم من الخيرية، عايش في الزنقة. صافي كيتلاقاو معايا ناس كيسولوني على حالتي، كيفاش حتى خرجت للزنقة. بزاف ديال الناس كيقولوا لي اش عندك والديك. انا اكثريه ديال الناس كنقول لهم انا ما عنديش لا والدي لا والو. المهم بقيت عايش في الزنقه ورجعت عاوتاني للخيريه. من بعد عاوتاني رجعت للزنقه وبقيت عايش دابا في الزنقه، ما خدام ما والو، ما عنديش لاكارت. بغيت نصوب غير لاكارت ديالي باش نخدم وما عنديش لاكارت. هادشي اللي كاين، كاين شي واحد بغيت يتعاون معايا نقاد لاكارت ديالي ونكري شي بيت ونخدم. هادشي اللي كاين دابا، راه اكثر من 3 سنين دابا وانا كنعس في الزنقه. كيف حدك السلام؟ كنت في السلام وديجا كنهبط للداخله. يعني انا ماشي شي ما كان ماشي كندور كنطلب ولا فهمتيني، الا خصني شي حاجه ناكلها ولا شي حاجه بحال ما هكا. هادشي اللي كاين، كنطلب من الناس يتعاونوا معايا بيت نكري غير بيت. الا كاين شي محسن يتعاون معايا بيت نكري بيت ونحيد من هاد الحاله هادي. انا ما بقيتش حامل راس مبقى جالس في الشارع. هادشي اللي كاين، ما كاين شي محسن يتعاون معايا. بطاقه وطنيه؟ ما عنديش بطاقه خصني اللي يتعاون معايا باش نقادها. ديجا درتها وجلت عليها باش قديتها وطحت ليا في الزنقه. نعست وطحت ليا، نعست وخليتها وداوها ليا. منين فقت ما لقيتهاش، لقيتهم داوها ليا. هادشي اللي كاين.